لما أسمع فضاء متعدد الوظائف، يعني السيدات اللي كيستمعوننا الآن حقيقة بعض الأسماء أحيانا لا يعرف معناهن، يعني مركز مثل هذا ماذا يقدم بالضبط؟ يعني أعطيني تفاصيل باش يعرفوا السيدات علاش كنتكلموا. إذا تكلمنا على الفضاء المتعدد الوظائف فهم يعني كيكونوا تابعين للمؤسسة التعاون الوطني، يعني هي واحدة مؤسسة ديال القرب، معناها كتكون في قلب الحي. في قلب الحي، ممتاز. هي تعنى بالتكفل بالنساء وخصوصا النساء اللي في وضعية صعبة، واللي تم إحداثها يعني وضعية صعبة بمعنى أنها تعرضت للعنف في بيت الزوجية. يعني كتكون كتوفر في مجموعة من الشروط اللي هي كتكون يعني وفق مقتضيات القانون 65-15 اللي هو القانون المؤثر لدور الرعاية الاجتماعية. يعني بالنسبة للفضاء المتعدد الوظائف يعني كتكون في واحد الفريق اللي هو كيسهر على تقديم مجموعة من الخدمات، يعني كيكون في السيدة المكلفة بالاستقبال، في المستمعة والمساعدة الاجتماعية، وفي كذلك الأخصائية النفسانية والمحامية أو المحامي اللي كيقدموا الدعم النفسي والإرشاد والتوجيه القانوني. يعني هذا هو الفريق اللي كيكون كيسهر على هذا الجانب. بالنسبة لي نحن مركز الاستماع في الفضاء المتعدد الوظائف نساء فوضى يصعب السيال يعتبر من المراكز اللي فيها الإيواء، ولكن احنا من نهار خدينا يعني هذا الفضاء الى غايه اليوم منذ سنه 2020 الى غايه اليوم، والمركز الايواء متوقف. يعني ما كنقدروش نقدموا فيه الخدمه ديال الايواء للنساء المطعودات من بيت الزوجيه او النساء اللي في وضعيه صعبه. علاش؟ لان عندنا فيه مشاكل ديال الاصلاح، وحنا دائما يعني كنحاولوا نكتبنا سواء المناديب المندوب الحالي ولا المناديب اللي كانوا قبل، وكذلك يعني شفنا مع الموثق الجهوي كتبنا هو غير فقط هو قائم ذات، ولكن غير فيه مشاكل اصلاح. يعني الان هو في مشاكل اصلاح بعيد الاعتبار، ممتاز. احنا بحاجه للمركز الايواء، لان مدينه الدار البيضاء يعني كتعرف واحد القله ديال مراكز الايواء، وكنبغينا نتكلموا على التكفل الشامل، ماشي فقط نقدم خدمات استقبال واستماع وتوجيه، ولكن احيانا كتجي عندي مراه بوليداتها هذا صاك هاد الحوايج ما عندهاش فين تمشي، خصني على الاقل نضمن لها هذاك الإيواء الاستعجالي ديال 48 ساعة ولا 72 ساعة، من بعد ديك الساعة نقدروا نوجهوها لمراكز أخرى.